مدرسة حمى الفتوك الابتدائية بقلميم في مستهل لهذا الأسبوع، وبينما كان الأطفال يمرحون في ساعة الاستراحة نشبت مشادات كلامية بين رجلي تعليم في ساحة المؤسسة، تطورت إلى مشادات قبل أن يستل أحدهما سكينا ويسدد طعنات قاتلة إلى زميله. مفزوع، قلت انا واش التلميذ اللي طاح ولا كذا، فاذا بك يقول لي راه الاستاذ مبارك طايح راه كذا. انا مشيت عند الاستاذ مبارك فعلا لقيته طايح في الارض، رجعت مباشره للمكتب ديالي واتصلت بالشرطه واتصلنا بسياره الاسعاف. جريمة قتل صادمة ومعالجة صدمة نفسية لدى هؤلاء الأطفال كانت أول ما حاول الأطر التربوية الاشتغال عليها، وقد بدت الأمور مشجعة، فبعد يومين من الحادث كان التلاميذ على موعد مع الاختبارات. دخلنا واحد شوية كين صافي دخلها مشات. كي داز الامتحان؟ داز ساهل، أسهل مما تصورنا. احنا جميع كاملنا المتدخلين اشتغلنا من الوهله الاولى باش نعمل نخدموا على العامل النفسي ديال التلاميذ اللي هو الاساس علاش حنا كاينين كاع في المؤسسه التعليميه. الحمد لله تمكنا باش نوصلوا للهدف ديالنا بنسبه كبيره جدا. الضحية والجاني زميلان اشتغل جنبا إلى جنب لمدة تزيد عن 12 سنة، وتشير بعض الإفادات من عين المكان أن تراكمات خلافية بين الزميلين تفجرت ساعة ارتكاب الجريمة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين اعتبرت الحادث معزولا. يمكن أن نفكر في طريقة يعني عبر مجالس التدبير والمجالس التربوية لحل النزاعات والخلافات بين الأطر التربوية، وقد عبر مجموعة من رجال التعليم بالامس عن رغبتهم في يعني الشروع في هذا المشروع. كان من الممكن ان نصنف ما حدث ضمن السلوك الاجرامي الذي تتكفل به العداله ونطوي الصفحه، لكن ما حدث وفي قلب فضاء تربوي جريمه قتل، وهذا ما يدعو الى ضروره اتخاذ الاجراءات الاستباقيه لاجتتات الخلاف من اي نوع من اجل مواجهه العنف والعنف المضاد داخل المؤسسات. في المجال